حيوانات أول مرة هتشوفها في حياتك الجزء الثاني. قط الململة واحد من أغرب القرود الموجودة في العالم، وبيتميز بأنفه الطويلة ولونه البني الغامق، وبينتمي لفصيلة قرود العالم القديم، وموطنه الأصلي جزيرة بورنيو شمال شرق آسيا. وطول ذكر قرد الململة بيوصل ل 75 سنتي ونص، وزنه بيوصل ل 20 كيلو، لكن الإناث حجمهم بيكون صغير شوية وطولهم بيوصل ل 62 سنتي، وزنهم بيكون 10 كيلو جرام. ومناخير ذكر قرد الململة بتكون 10 سنتي عكس الإناث اللي بيكون شكلها طبيعي، وبتكون دل على بقه، وكل ما كان الذكر مناخيره اكبر كل ما كانت الاناث هتنجذب ليه اكتر واكتر. وقرد الململة بيتغذى بشكل اساسي على ورق الشجر والفواكه والحشرات الصغيرة وبذور الزهور.